السلام عليكم، انا اسمي ايت الكوش محمد، سائق في هذه المؤسسات الاساس، ودرنا واحد الفيديو قبل بعدا، وكاين شي ناس كيتزايدوا علينا بالله الفيديو قديم. حنا غنقولوا لاضات اليوم 23 في شهر 9 2020، 23 في شهر 9 2020. حنا هذا الفيديو جديد، درنا مع الفيديو ضربه مع باش يتحاور بحضور الصحافه بحضور كل شيء. اذا به جينا حنا للمدرسه، حبسنا، قال لي عطى الاوامر للعساس، قال لهم ما تخليهمش يدخلوا. شنو هو السبب اللي خلى يعطي الامر بالضبط؟ ما نعرف، جا السيد ما كيعطيش توا الاوامر ديال العساس، كيعطي الاوامر لواحد المراه هنا خدامه سيكريتير معاه. دابا حنا ولا كيعطي الاوامر للعيالات، يعني ما بغاش يتحاور، ما بغاش يتحاور معنا. قال لك سيروا فين ما بغيتوا، ما تخليهمش يدخلوا، يمشيوا فين ما عجبهم الحال. ما عرفنا واش هذا السيد فوق القانون، ولا حنا كنا كنعرفوا وكنسمعوا عيشة الملك تنقول نسمعوا بالله، حنا في الدولة الحق والقانون، بغينا نعرفوا إلا كاين شي حق والقانون، بغينا يعطينا حقنا. وإلا كان عارف إلا غير هاد الدولة الحق والقانون، غير فضفاضة، غير هكاك نعرفوها، ناخذوا حقنا بيدينا، ولا باش ما بغى عيشة الملك. الله ينصر سيدنا. حنا انا عندي مده 40 سنه ديال السياقه، ودا لي واحد العقد ديال المتدرب، وملي قلت له اودي الا كنت انا متدرب فينا هو المدرب؟ قال لي لا، هذا غير الروتين ديال الاداره وكذا. وحتى هذاك السيد اللي قال لي هاد الورقه كيتعجب، واش انا في السن ديال 58 عام قال لك وعاد كتدرب؟ قلت له ودي هذا الشيء مفروض علينا، وانا سائق مهني بالوريقات ديالو، تفحط له السي في ديالي، بالله خدمت في المحطه الطرقيه، خدمت في الطوبيس، خدمت في المدرسات الاخرين، وعطيته الشهاده ديال التكوين المهني، ديال التكوين المستمر وبطاقه المهنيه، ودار لي متدرب. وانا اضطريت، انا محتاج للخدمه، اضطريت باش نخدم معاه، رغم ذلك اضطريت باش نخدم معاه. انكم كتعرفوا الوضعيه، فاش كتجي اي مؤسسه كتجي تخدم معاه، هو كيفرض عليك الشروط ديالو، ولكن الحقوق ديالك انت ملي كتجي تشرط عليه الحقوق ديالك كيقول لك ما عنديش خدمه، سير تنعيط عليك، وهو راه ما غيعيط عليك شحال طلبتي الحقوق ديالك، هو خصو يحاسبك على الواجبات، والحقوق يجيبها الله. دابا كما كنقول لك الله ينصر سيدنا ويشد له في صحيحته، بغينا نعرفوا واش فعلا احنا في دولة الحق والقانون، ولا هالسيد فوق القانون؟ هادشي اللي بغينا نعرفو. الا كنا عارفين روسنا في دولة الحق والقانون، اخ بغينا حقنا، يجي يجلس معانا كرجل لرجل، ماشي يبقى يصيفط يعطي الاوامر من اتساع للعيالات. لا، قول لهم ما يدخلوش، ما حد ما طردنا، راه حنا محسوبين على هاد المؤسسة. والسلام عليكم ورحمة الله وشكرا.